السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. احنا النهاردة في محل الأستاذ إيهاء. الراجل ده صراحة يا جماعة 10/10، أحلى مقابلة وأحلى أسعار. الراجل ده ذوق جدا يا جماعة، والله صراحة أنا كنت جاي يعني مش هنقول لك، أنا مش عايز نمشي من المحل من الآخر. كانت 10 حبيب أبو هيكة. طبعا أنا جاي أنا أبو هيكة أحمد هيكة القناص أبو خالد، حبيب أبو خالد. بأمانة الراجل ده محترم، أسعار 10/10، في سماحة في البيع والشراء يا جماعة، أهم حاجة السماحة في البيع والشراء. وبعدين لغاية حلوة وبينصحك لله، يعني أنا مثلا جيت من 6 من دول لا بلاش دي عشان دي السناد بتاعها كذا، مفيش مثلا منها قطع غيار كلام من ده، دي هتتعبك يا أستاذ أمير. فدي خليك في دي ومعاك دي ومعاك دي وأنت حر. الراجل ده الله يبارك له بأمانة يعني، الله يبارك له. أخدنا البندقية هي كرال تركي. طبعا ابو هيكل عامل معانا واجب، احنا دي كانت استعمال خفيف. حبيبي ابو مصطفى، ابو هيكل سابنا فيها الفجيره والله يا جماعه، راجل محترم يعني. حبيبي ابو مصطفى انت قد الدنيا بحاله ابو مصطفى، يعني كله واجب والله بامانه. طبعا هو كله بقى طبعا الواجب بتاع الاستاذ ايهاب، يعني احنا بنتقل عليه دايما. لا الاستاذ ايهاب محترم، وبعدين الاستاذ ايهاب بيحبك ابو هيكل. الله يخليك يا ريس، انا كمان بعزه. اي هتقعي بس سنة. هاي خش الباب هناك يا خالد. صح ماشي يا ابو هيكل، تعال هات حلاوتك. الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. نضربها في جناحها يا جماعه اهي. الله اللهم صل على سيدنا النبي. ده حلاوتك ابو هيكل. الله ينور عليك ابو هيك ما شاء الله، احلى ابو هيك. انا عايزك تمسى على عمك الحاج الطيب ده. طيبين يا جماعه ويلا مع السلامه يا حبيبي، حلاوتك يا ابو. خالد يا جماعه متالق النهارده ومبدع، والله العظيم مبدع النهارده. طبعا دوب بندقيته جامو ماتش يا جماعه. بابا مغير البندقيه دي سوسته ب 11 فعلا. عشان كده شديده، عشان طبعا احنا يا جماعه بنغير بنغير البندقيه دي سوسته بتاع ب 11 بس بنشيل منها عقله. هنبح ونكلمكم تاني. الله الله الله. خش هات هذا ابو هيكل، اطلع عليها حط البندقية بالراحة. الله الله ينور، الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. اترفرف منك ولا يا خالد؟ عارف عاوز اختار ليه؟ دي دجاله بصرف. اهو يا معلم. انا هشوف فيه هتبقى في الحله ان شاء الله. علاوتك ابو هيك لكن لسه صغير. ايوه يا جماعه. ها. حبيبي صباح العسل. خالد طالع يجيبها اهو. احذف يا ابو هيك اهو. هات يا حبيبي هات هات نبحوه. بص بص لك بص عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما جبتش قطعها.
طبعا احنا زي ما قلنا لحضراتكم الرش المستخدم النهارده جامو ماتش ومغيرين سوستة بتاعت بي 11 وجلده نظيفه ودي كرال تركي اهي يا جماعه دي الكرال بتاعته طبعا دي بتاعت خالد يا جماعه صباح العسل ما شاء الله عليك ما شاء الله كان ناس صغيرة يا جماعة النهاردة مبدع ايه يا حبيبي ايه رأيك يا معلم حبيبي يا ريس احلى ابو هيك طبعا مسافة بسم الله ما شاء الله خالد رايح يتألق عليها اهو الله الله والله مضروبة امطارة دي شاي اللهم صل على سيدنا النبي مش بقول لكم يا جماعه مستحلف لكم النهارده ايه يا جماعه بقت مقفوله يا جماعه الله مقفوله حلاوه انا هحصلك انا حاطها لك في الشكار ايه بتدور على اختها وانا اخدتها لك في الشكار خليكم معانا يا جماعه طبعا عم الحاج راجل الصيد ده لما جربت واحده من هنا من على السلم من على المنشر طبعا كان قاعد فهو بيقول لي بتدور على اختها فجبتها لها يعني طبعا بيقول لي حبيبي ماشي يلا روح يا معلم هو طبعا نزل للفرده ده اهي وفي فردتين بعدها على العمود كمان اهم واحدة طارت واحدة واقف واحدة اهي الله نزلت ما حطتش منطق ما شاء الله اتفرفر في ايده اهي زي ما حضراتكم شايفين طبعا خالد من زمان ما ظهرش على الشاشه قد كده فهو مستحلف لليمام النهارده حلاوتك ابو هيك نزل لهم من تحت يا خالد منهم الله ينور عليك ما شاء الله ما شاء الله اهي هتوقع هتوقع يا خالد اهي وقعت وقعت خش عليها وهاتها يلا الخبطة مفرقعة فيها يا جماعة طبعا احنا دلوقتي في موسم تصيط الاوراق الشجر اهو حلاوتك ابو هيكل طبعا هي غلبتنا وضربها من على الشجرة ديت وجت وقعت هنا. انا بمس على عم عبير النصلي وعم بسام ابو عادل بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبمس على كل حبايبنا في القناه وخليكم معانا. حلاوتك ابو هيكل. احلى ابو هيكل. بسم الله. الله. حبيبي يا ريس نهارك زي العسل. لو انت هتاخدها منه. الصلاة على النبي حلاوتي ماشي خش الله الله ينور انا النهارده بحب امسي على الاستاذ مصطفى قناص الشرقيه احلى سلام وتحيه للاستاذ مصطفى قناص الشرقيه خليكم معانا يا جماعه دي يا جماعه ضرب 10 على 10 وقعت بص يا جماعه ما حطتش منطق بسم الله ما شاء الله تحيه خاصه الاستاذ مصطفى قناص الشرقيه حبيب قلبي خليكم معانا يا جماعه طب يلا على البركه في ثلاثة على السلك بره يا جماعه واحنا ايه مباشر هي دي مسميين عليها اصلا على المباشر خش على المباشر خش يا جماعه واحده جت هنا اهي لا سيبك من دي واحده في وشنا يا جماعه كله على المباشر هات اللي بعدها يلا
ماشي هات لي فرح العمود ده كله على المباشر يا جماعة، والتاني اهي. راحت لمين يا جماعة؟ عفوا معلش، احنا ممكن نجيبها برضه يعني ان شاء الله. طارت 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 ملهاش دي. الله ضربة يا جماعة، فرفر ايه، خليكم معانا. الله هيا يا جماعة، فرفر يا جماعة، بتفرفر لكم معانا. خش وقعت قلبته، حاسب متعلق. ماشي دي متعلقة هنا اهي. ماشي عادي وقعت. هيا يا جماعة اللي ضربناه من فوق من هنا وقعت هنا، خليكم معانا. الله ينور. مشي قدام شوية، خلي في علم مطرح ما انت محدد، امشي قدام شوية انا جاي لك اهو. لك يا حاج يا مام، بنصطادوا يا مام. ايه بص يا في الحته دي، الحته دي عندك اي بره بقى مش عارف. وقع جوه، خليكم معانا يا جماعه. ضربه يا جماعه 10 على 10 ومن على المسافه بعيد. الله الله هيقع هيقع، ما تخافش عليه هيقع. الله هيقع هيقع، وقف مكانه كده خلاص يا عم هيقع، اصله صاحي لسه. كل واحد خليته بيطلع حريه. انا بقول لك هيقع يبقى هيقع، ان شاء الله هيقع. بسم الله 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 يخليك يا عم الحاج، سواد فل. مرتين اتنين، مره وقع وانضرب وسيبت مكانه، والمره الثانيه نزل لها احنا في الغريب. خليكم ركزوا معانا ان شاء الله، هو خلص خلص خالص. وقعت يا جماعة، اللابتوب جاي في دماغ، هنجيبها يا جماعة. هيا يا جماعة، هاي شوفها غامض بقى. هيا يا جماعة، هي دي اللي وقعت جوه هنا يا جماعة اهي، انتوا شايفين كده. بعد كل يا جماعة ان شاء الله احنا نحاول نسعدكم النهاردة بإذن الله. طبعا يا جماعة وقعت ما حطتش منطة. لكم معنا يا جماعة، بس وقف فينا. تعالى من النوم، تعالى من النوم بسرعة.
الله قلب طوب. تعالى بسرعة عشان لسه صحي. الله يا جماعة ضربة جميل. بسم الله ما شاء الله. دي كترت دي كترت من قبل ما تضرب حتى. طبعا يا جماعة احنا لسه طايعين. احلى صباح الرجالة الحلوة. لكم معانا يا جماعة نوريك كل جديد. كيف؟ وقعت. طبعا يا جماعة وقعت بس انا كنت قلت شايف فرخة غيط مشفتهاش هي قوية بتقع. وراها لكم برضو اهي. اهي يا جماعة سكنا يا خير بسرعة. طبعا الفل رجالة. طبعا يا جماعة الكيش اللي كنت بقول لكم عليها اهي. بسم الله الله اكبر. هتيجي ان شاء الله اهي. الكيش يا جماعة اللي احنا كنا بنضرب يا من على الشجرة دي. وانا عيني راحت على الكيشة ما لحقتش اصورها لكم يعني وهي بتقع. بتفرفر. احنا مسميين عليها يا جماعة بس دماغها فوق اهي. حدف لها طوب. وعد يا جماعة في اللماعة نجيبها لكم دلوقتي ونوريها لكم. خليكم معانا ان شاء الله هنجيبها بعد. ما صدق طويلة ومش حلو. فشو. انا مسمع يا جماعة عليها قبل ما اضرب. يا نازلة خلصانة. عدي يابا على مهلك. الله الله ينور عليك ابو هيك. بسم الله ما شاء الله. بنفس رجاله يا جماعه ايه يعني خدشيها في الحصه لو ممكن تتخيط ممكن نربيه. ايه يا جماعه ما ينفع سيسو صغير. الله ينور. ماشي هنشوف الثانيه برضه نوريها نضربها برضه. ماشي الله ينور. طبعا يا جماعه البندقيه اللي معانا تركي ايه يا جماعه فيها 200 على الشجره. عايزين شويه كده خدها اهي. هيا يا جماعة تمام. فيها ممتين هنا يا جماعة على الزنزلختي. الزنزلخ هتضرب واحدة منهم. طب واحدة بس. الله هات التانية. خد التانية. التانية واقفة لسه اهي. طارت يا جماعة ديكها ما نهتش يجيبها. هو طبعا دلوقتي هيجيب اللي هو ضربه. هي فوق يا خالد. طب خليكم معانا يا جماعة. ايه الله ينور عليك. ماشي ماشي خش. ادم مسمى خلاص يعني قال بسم الله الله اكبر. انسف الروح وقف الزنزلخت. هي مش عارفه تقف. ماشي وقعت. وقعت فرح. الله طبعا يا جماعه
نخش نجيب يا جماعه اللي وعد قوي. بسم الله. ايه انا داخل اللي قوي اللي وعد هنا. وانا يا جماعه يا وقعت هنا ورش اهو وقعت في حته بقى اهي 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 يا جماعه لسه سخنه يا جماعه. وهنا برضو جناين السفندي اهي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله لكم معانا. مساء جماعة تعالي كيف بقى خش بسم الله الرحمن الرحيم. انا يا جماعة الجو هنا قلب بهوي واحنا بنصطاد. طبعا الهواء ده صعب تصيده بس ان شاء الله ربنا يروق الحال يعني. بصوا يا جماعة الشجرة عاملة ازاي من هنا. كيف؟ بسم الله اذبحها بقى. ماشي. بسم الله ما هو. واحد. يا جماعة خير بسرعة اذبحها. وقعت ورا. تعال شغل. تعال في واحدة كمان. واحدة كمان اهي. طار. وقعت نو. هي دي. هي اللي دخلت دي. واحدة وقعت وقعت هنا. لا طيب تعال خد واحدة ايه تعال بقى خلاص زي ما انت معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة ان شاء الله هنحب نوريكم الطلعة بتاعتنا بإذن الله. خلينا نعد مع بعض كده نشوف ربنا كرمنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى خد الجنب اهو. دي يا جماعة كانت طلعة النهاردة. هنحاول برضه نبصها قدام حضراتكم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت طلعت النهارده يا حبايبي. يا جماعة كانت طلعت النهاردة بالكرال التركي. طبعا خالد ابني بسم الله ما شاء الله كان متألق النهاردة والحمد لله ربنا رضانا. لو عجبكم يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا لنا الجرس وتعملوا لنا لايك وانتظرونا في كل جديد وجديد مع القناص الكبير والقناص الصغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدعمنا قم بتسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع مشاركة الفيديو.